السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. الكاظمي يوجه بترقية مراتب الجيش العراقي كافة ومنح قدم للموظفين المدنيين. وجه القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي بترقية مراتب الجيش العراقي كافة، وقال مصدر أن القائد العام للقوات المسلحة وجه وزير الدفاع بترقية المراتب العاملين في الجيش العراقي كافة إلى رتبة واحدة أعلى، وأضاف أن القرار تضمن أيضا منح قدم للموظفين المدنيين. القدم الممتاز 6 أشهر للضباط والمنتسبين والموظفين في وزارة الدفاع. وثيقة تنص على صدور القدم الممتاز 6 أشهر للضباط والمنتسبين والموظفين في وزارة الدفاع. وجه السيد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة شكره وتقديره لجميع الضباط والمنتسبين والموظفين المدنيين تثمينا للجهود المبذولة من قبلهم، عاملين منهم مزيد من العطاء خدمة لبلدنا وشعبنا لاتخاذ ما يلزم على وفق القانون وإعلامنا مع التقدير. وقال المصدر أنه ورد إلى وزارة الدفاع كتاب بتوقيع السكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة بتقديم شكر وتقدير لمنتسبي وزارة الدفاع، وعلى أثره سيقوم وزير الدفاع جمعة عناد بإصدار أمر وزاري بترقية جميع المراتب رتبة واحدة بصلاحيته، وكذلك منح الموظفين المدنيين قدم 2 سنة. أما الضباط فسيتم مفاتحة القائد العام لإصدار أمر ديواني بمنحهم قدم 6 أشهر حسب المادة 16 أولا من قانون الخدمة والتقاعد القائد العسكري رقم 3 لسنة 2010. رئيس أركان الجيش يصادق على منح القدم للضباط والموظفين ورتبة أعلى للمراتب. صادق رئيس أركان الجيش الفريق أول ركن عبد الأمير يار الله على منح القدم للضباط والموظفين ورتبة أعلى للمراتب. وقال المتحدث الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول في تدوينه أنه بناء على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة واستنادا إلى الصلاحيات المخولة لوزير الدفاع، صادق رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يار الله على منح كافة الضباط من منتسبي وزارة الدفاع قدما لمدة 6 أشهر. الساعدي يقرر منح مراتب جهاز مكافحة الإرهاب رتبة واحدة أعلى. قرر رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الأول ركن عبد الوهاب الساعدي منح مراتب الجهاز رتبة واحدة أعلى. وذكر الجهاز في بيان أن رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الأول ركن عبد الوهاب الساعدي قرر منح المراتب المنتسبين لجهاز مكافحة الإرهاب رتبة واحدة أعلى تثمينا لجهودهم في مكافحة العصابات التكفيرية، وأضاف أن ذلك جاء استنادا إلى المادة 36 ثالثا من قانون الخدمة والتقاعد العسكري لسنة 2010 تمديد فترة استلام استمارات الضباط المرشحين للترقية لجدول كانون الثاني. أعلنت وزارة الداخلية تمديد فترة استلام استمارات الضباط المرشحين للترقية لجدولة كانون الثاني عام 2023. وذكر بيان لمكتب الوكيل للوزارة الأقدم حسين العوادي أنه وجه السيد الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية الأستاذ حسين العوادي بتمديد السقف الزمني لاستلام استمارات الضباط المرشحين للترقية لجدول كانون الثاني 2023 لغاية 1/11/2022 كموعد نهائي. الدفاع النيابية تقرر استضافة طيف سامي والفريق البياتي لمناقشة ملف عودة المسوخة عقودهم. قررت لجنة الأمن والدفاع النيابية استضافة وكيل وزارة المالية طيف سامي والفريق أول ركن محمد حميد البياتي رئيس اللجنة العليا لإعادة المسوخة عقودهم في يوم الثلاثاء المقبل. وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان أن لجنة الأمن والدفاع عقدت اجتماعها الرقم 14 ليوم الأحد وناقشت التأخير الحاصل من اللجنة العليا لإعادة المسوخة عقودهم الإجراءات المالية التي تترتب عليها التأخير في إكمال إجراءات إعادة الخدمة. وأضاف أن اللجنة قررت أن يخصص اجتماع يوم الثلاثاء القادم الموافق 25/10/2022 لحضور وكيل وزير المالية طيف سامي والفريق أول ركن محمد البياتي رئيس اللجنة العليا لإعادة المسوخة عقودهم ورؤساء اللجان في الوزارات والأجهزة الأمنية وهيئة الحشد الشعبي للخروج برؤية واضحة عن ما يمكن تحقيقه سريعا. وبينت أن اللجنة ناقشت المواضيع الأخرى على طول أعمال اجتماع. قانون التجنيد الإلزامي يعود إلى الواجهة عبر لجنة الدفاع النيابية. قالت لجنة الدفاع والأمن النيابية أن قانون التجنيد الإلزامي من القوانين المهمة والمرحلة من الدورة السابقة، وتسعى اللجنة لتمريره في الدورة الحالية. وقال عضو اللجنة لطيف الورشان في تصريح أن قانون الخدمة الإلزامية من القوانين المطروحة
في جدول أعمال لجنة الأمن في الدورة السابقة، ولكن الظروف في وقتها والتظاهرات وجائحة كورونا ومن بعدها الانتخابات المبكرة أدت إلى تأجيل إقرار هذا القانون. لذلك سنسعى في هذه الدورة من خلال لجنة الأمن والدفاع الحالية لتشريع هذا القانون، لأنه سيوفر الكثير من الشباب مصدر معيشة من خلال التطوع ومن خلال الخدمة الإلزامية. وأضاف أن هذا القانون مهم لأنه يقضي على المحسوبية والمنسوبية وكذلك على الطائفية، لأنه سيحوي كل فئات المجتمع بغض النظر عن تحديد المذهب أو المكون. لذلك نحن جادون بتشريع القانون لكونه من مصلحة البلد. وتابع أن هناك دراسة على طاولة أعمال اللجنة ومجلس النواب بخصوص الرواتب والمبالغ التي سوف يتقاضاها المنتسب، مبينا أن اللجنة ترى ضرورة أن يكون الراتب مجزي ويكفي لمساعدة الأشخاص في الخدمة، أما التجهيزات فسوف تخصص لها مبالغ عن طريق وزارة الدفاع والإعمار، وسوف يتم تحديدها أيضا في القانون. برلماني يطالب القائد العام للقوات المسلحة بتفعيل نظام البديل. طالب النائب ضرغام المالكي قائد العام للقوات المسلحة بتفعيل نظام البديل للقوات الأمنية في وزارتي الدفاع والداخلية، نظرا للتضحيات التي قدمتها قواتنا الأمنية بكل صنوفها وتشكيلاتها، الجيش، جهاز مكافحة الإرهاب، الشرطة الاتحادية، الرد السريع، حرس الحدود، والذين لا زالوا يسطرون أروع الملاحم البطولية في مقارعة الإرهاب ودحرهم، ويبذلون أعز ما يملكون من أجل أمن وسلامة عراقنا الحبيب وشعبنا العزيز. ولكون النظام المعمول به حاليا أدى إلى إبعادهم عن أسرهم وعوائلهم لأيام طويلة، مما أنتج ضعف المعنويات والروح القتالية لديهم، وأن إرجاع نظام البديل يعكس دورا إيجابيا وفعالا في أداء واجباتهم الوطنية للحفاظ على أمن بلدنا الحبيب. تفضلكم بالإطلاع والإعاز إلى وزارتي الدفاع والداخلية على تفعيل نظام البديل لأبنائنا المقاتلين بكل صنوفهم، إنصافا وإكراما لتضحياتهم في سبيل الحفاظ على هيبة الدولة وحياة شعبنا الأغر. شاكرين تعاونكم معنا مع التقدير. النائب الشيخ ضرغام المالكي.